ولنقاش ملف أزمة الرواتب في العراق وانعكاساتها على المواطن ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولثوار أكتوبر البواسل في ذكراها السنوية الأولى. دكتور، على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها العراق لم يتنازل كبار المسؤولين عن رواتبهم الكبيرة، بينما يتم التلويح بخفض رواتب الموظفين والمتقاعدين. أين دور الأجهزة الرقابية من هذا التفاوت الكبير وغير العادل؟ بالنسبة للرواتب، هي إحدى المأساة التي يمر بها أبناء شعبنا وخاصة الموظفين بسبب من وجود المحاصصة الطائفية ووجود هؤلاء على دفة الحكم المتحكمين بأموال الشعب. وللأسف أنه تصرف رواتب للرئاسات الثلاث بكميات كبيرة من المال، علما بأنهم يعني في دول أخرى، لو نأخذ على سبيل المثال أي برلمان في العالم، فنجد أن الموظف البرلماني هناك يأخذ مرتب حسب وظيفته المعينة، بينما عندنا في العراق يأخذ البرلماني 9 ملايين دينار شهريا، إضافة لوجود عدد كبير من المرافقين له يأخذون حصتهم باسم حراس لهذا النائب أو ذاك. تستنزف هذه الرواتب العالية لكبار الموظفين والعسكريين تستنزف الموازنة العامة. برأيكم دكتور، ما المعايير التي يجب التقيد بها في الأزمات الاقتصادية ووضع موازنة ملائمة لهذا الظرف الخاص؟ أنا باعتقادي أنه العراق بعد الاحتلال أصبح اقتصاديا يسمى بالاقتصاد الريعي، أي يعتمد العراق ريعيا على مادة النفط من خلال بيعه. وفي هذه السنة انخفض سعر البرميل إلى أدنى مستوى، وبذلك قلت الموازنة بالنسبة لمورود، بينما في السابق قبل الاحتلال في عام 2003 قبل 2003 كان العراق يعتمد على، إضافة للنفط وموارد النفط، يعتمد على الزراعة والصناعة والسياحة، ومن هنا تأتي له مردات ضرائبية من هذه المنتجات اللي ممكن أن تصدر للخارج، وكذلك من ما يأتي من أمور أخرى إلى داخل العراق. موقع المونيتور الأمريكي في تقرير له كشف عن الوضع الاقتصادي في العراق وقال إن الحكومة في بغداد ملزمة بتأمين أكثر من 3 مليارات دولار لدفع رواتب الموظفين. إلى أي مدى يعتبر الاقتراض الحل الأمثل لمواجهة أزمة الرواتب؟ لو لم يكن هناك هدر للمال العام لكان العراق في خير، وإنما الهدر اللي موجود حاليا في ظل هذه الحكومات المتعاقبة منذ 2003 لحد الآن هدرت أموال طائلة، ولذلك نجد أن هذه الأموال تهدر على مثلا على سبيل المثال للحصر، أنه تعطى مرتبات إلى ما يسمى بالرفحاويين، هم يأخذون مرتبات عالية المرتبات ويأخذون قسم منهم راتبين أو ثلاثة، وكذلك بالنسبة للفضائيين اللي موجودين ضمن الدولة، فكما يقال أن هناك 190 ألف عضو في الحشد الشعبي من الفضائيين
30,000 يأخذون مرتب بأسماء أخرى مستعارة. للأسف أنه هدر المال العام، ولذلك يقال أنه بحاجة. لكن الذي في هذا الوقت المتضرر الوحيد هو الموظف الصغير الذي يعيش على مرتبه من مردوده في المأكل والمشرب والسكن. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي دكتور محمد جواد فارس، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.